السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ أسعد الله أوقاتكم، أسعد الله مساءكم، أسعد الله صباحكم حسب التوقيت اللي بتشوف فيه هذا الفيديو. معاكم عبد الله شحادي من قناة فيوتشر كوين وقناة بتسي وورلد عالم البيتكوين. بهذا الفيديو أصدقائي رح نشوف عدد القطع اللي حرقتها منصة باينانس. طبعا مثل ما شايفين بالصورة اللي أمامكم، منصة باينانس حرقت تقريبا 5,611,000,000 قطعة. طبعا شاف الفيديو الاخير او الفيديو ما قبل الاخير تكلمنا عن الحرق، وان عدد الحرق راح يكون ما بين 4 مليار الى 10 مليار. صابت توقعاتنا تقريبا بنسبة 90%، وتم حرق 5,600,000,000 قطعة. خليكم معي نهاية الفيديو اصدقائي، خلينا نشوف محافظ منصة باينانس، وخلينا نشوف المحفظة اللي تم الحرق منها. اما بلش فيديو، بتمنى اذا اول مرة عم تشوفني تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على زر اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى انضم لقناة على التليجرام، الرابط رح يكون اسفل الفيديو. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي بالفيديو ما قبل الاخير، الفيديو جاب تقريبا 2,300 مشاهدة، تكلمنا عن حرق، عملنا عمليات حسابية على الكوين ماركت كاب. طبعا حسبنا كم من المتوقع منصة باينانس تحرق قطع من عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا النتيجة الحسابية كانت ما بين 1,300,000 دولار الى 2,000,000 دولار. وطبعا اعلنت منصة باينانس عن حرق بقيمة 1,860,000 دولار، اللي بيساوي تقريبا 5,595,000,000 قطعة. طبعا تم اتلاف هاي القطع مثل ما شايفين امامنا اصدقائي، تم اتلافهم وتم حرق الى حد الان تقريبا 10 مليار قطعة. طبعا بالنسبة للتوتال سبلاي، توتال سبلاي حاليا وصل الى 6,890,000,000 قطعة. طبعا تم نقل القطع من محفظة منصة باينانس على شبكة تيرا لونا. مثل ما بنعرف منصة باينانس تملك تقريبا 2,353,000,000,000 قطعة. طبعا هاي العدد بعد ما تم حرق تقريبا 5 مليار قطعة. حاليا لسه التحديثات مستمرة، عملية الحرق الثانية راح تكون في يوم 10/10، بعد 8 ايام من الان راح يتم تحديث البيانات، راح يتم خصم مزيد من الضريبة والذهاب بها الى الحرق. طبعا متوقع حرق ما بين 3 مليار الى 5 مليار اخرى في كل مرة بيتم فيها حرق على نفس النسبة. لحد الان النسبة ثابتة اللي هي نسبة 0.1%، يعني 10% من 1% رح يتم حرقها كل اسبوع. كل يوم اثنين رح يتم عملية حرق، يوم الثلاثاء رح يتم اعلان عن بيانات الحرق. نقطة اصدقائي، لحد الان ما تم تفعيل ضريبة الحرق 1.2%. لحد الان ما تم تفعيل هاي الضريبة، لحد الان عم نحرق ب 10% من 1%. اذا بيتم تفعيل ضريبة الحرق ممكن نوصل الى 50 مليار في كل اسبوع، 50 مليار قطعة بيتم اتلافها او حرقها في كل اسبوع. رقم كبير جدا وبيساعد كثير على تخفيف الكوين ماركت كاب الخاص بعملة تيرا لونا. لكن لحد الان الرسوم اللي عم نتداول فيها او رسوم الحرق اللي عم نتداول فيها رسوم قليلة جدا، بانتظار رفعها الى 1.2% كضريبة حرق. اما بالنسبة لعملة تيرا لونا كلاسيك، الى حد الان ما شفنا ردة فعل مناسبة لهاي العملة. ممكن هي حاليا بمرحلة تجميع، مجرد ما تنتهي مرحلة التجميع ممكن نشوف تلامس لمنطقة الـ40. طبعا بس نتداول داخل مستطيل ما بين 50 الى 40، بنجدد تحليلاتنا، بنجدد خطوط الدعم والمقاومة حسب نظرتنا المستقبلية للعملة. الاشخاص عم يسألوني بالتعليقات اذا نشتري من عملة تيرا لونا كلاسيك ولا لا. طبعا اذا بدك تشتري بتقدر تشتري من المناطق الحالية، لكن بتخلي ستوب لوزك اسفل 29. في حال كسرنا 29 واغلقت شمعة 4 ساعات اسفل 29 بنخرج من العملة تلقائيا. لكن ما دام نحن عم نتداول اعلى 29 فنحن بامان، ممكن حاليا مرحلة تجميع وبعدها انطلاق الى مرحلة الـ40. طبعا مرينا من قبل مرحلة تجميع، لكن هاي مرحلة تجميع كانت طويلة جدا، ممكن ما نطول بكل هالفترة هاي، ممكن ننفجر في المناطق الحالية. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى هالفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.